FM. الكلمة ليك. انت الممثله المسرحيه بالاساس السينمائيه اللي بعدت لبنان عمان شويه على المسرح، بعدت على على الركح كممثله، لكن نلقاوك على الركح كمغنيه باداء في جانب تمثيلي. هاي تخميره الممثل نلقاها عند لبنان. اليوم نلقاوك في عرض في دار الاتحاد. اليوم عرض في نابلس 6 متاع العشيه في دار الاتحاد، اللي هو منظمته مندوبيه الجهويه بنابل، مندوبيه الثقافه بنابل. العرض هذا اسمه الشيخ إمام وآخرون، اللي هو مقترح من الفنان الجميل أسامة فرحات، اللي أنا ديما نبدأ فرحانة اللي مش نتعامل معاه ومش نخدم معاه. باش يكون فيه برشا فنانين للعرض، منهم شادي القرفي، مناشطور، ونور الدين باجي. باش يكونوا يعني فقرات، منهم فقرة فيها أنا ومهدي أون ديو، وهي زادة داخلة في النواة الأولى متاع مشروع كبير اسمه مشروع أحباء بلوتو، فرقة سيد درويش. اللي هي باش تكون مشروع كبير، مشروع مؤسسه الأستاذ أسامة فرحات، واللي باش يكون فيه برشا تجارب. أكيد ماهوش باش يكون دي روبريز سيد درويش، معناها جست هو كتابة أخرى لسيد درويش، باش يكون كتابة أخرى من روح سيد درويش، من روح هذيك، من الأجواء هذيك، اللي باش تكون دي كرياسيون، معناها كوسوال أسامة ولا اللي نحنا ولا برشا فنانين، معناها محلولة الحكاية، وباش تكون في إطار جمعية. معناها دونك أنا ديجا فرحانة به المشروع هذا برشا، خاطر بالحق نفرح برشا اني نخدم مع أسامة فرحات، خاطر فنان محلاه، يحب برشا لي جون، يحب يشجعهم، يحب تحيه ليه أسامة فرحات الفنان الصادق، تري جينيرو، اي سورتو اي سورتو انا نضحك برشا كي نشوف أسامة فرحات. هما عائلة فرحات الكل، ادورابل عائلة فرحات الكل. تحيه لزينب، محمد رجاء، كيف أسامة. تحيه لطفيق جبالي اونتر اوتر، معناها مادام تابع البيعنا وفي العزاره زاد ايناس جبالي، ولا صبري عطروس كانت تحب تحيي فرد مرة. طبعا نسميهم. تحية لشادي القرفي زاد اللي يعمل في موسيقى مهمة جدا. ومعنا محمد شاكر بن ضيز لليوم، شاعر أحمد شاكر بن ضيز اللي عجبني كتاباته برشا. دونك يجيوا الستة اليوم في دار الاتحاد، مرحبا بهم. الكلمة ليك.